المغيث والغياث هو الله عز وجل، لكن هل هذا اسم ثابت في الكتاب والسنة؟ ها؟ هل هذا ثابت؟ إن لم يكن ثابتا فيقال هذا على سبيل الإخبار، لا على سبيل أنه اسم من أسماء الله الحسنى، واضح؟ على سبيل الإخبار. وعلى وباب الخبر أوسع من باب الاسم، فلا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، لكن ممكن أن يخبر عن الله عز وجل، يخبر عن الله عز وجل. ففرق بين الاسم والخبر، الخبر يخبر عن الله عز وجل بمعاني صحيحة، فعلا ربنا جل وعلا هو الذي إيش؟ هو الذي يغيث، هو الذي يستر، هو الذي يحيل بين المرء وقلبه، هو الذي يثبت. لكن ما نقول الله أسمائه المثبت، ها؟ لكن لو قال إنسان على سبيل الإخبار يا مثبت القلوب ثبت قلبي، يا مصرف القلوب صرف قلبي، حديث. لكن هل من أسماء الله المصرف؟ ها؟ لا، لكن يخبر عنه بأنه مصرف فيقال يا مصرف القلوب يا مثبت القلوب، لكن ليس من أسمائه المثبت والمصرف، واضح؟ أسماء الله عز وجل يعني باب الأسماء أضيق من باب الصفات والأخبار، في أسماء الله، في صفات، في أخبار، أوسع الأخبار، يخبر عنه بكذا وكذا وكذا، وأضيق من ذلك يوصف، لكن الأضيق من ذلك كله الأسماء، فأسماء الله توقيفية ليس العقل فيها مجال. نعم.